السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل المحاضرة. تسجيل اللائحة السابق تطرقنا على كيف نعمل فوركاستنج باستخدام اكسبوننشال سموثينج. طبقنا المعادلة رقم 3 اللي بتقول كالتالي، اللي هي S of T minus 1 قيمة forecasted السابقة plus alpha مضروبة في X of T minus X of T minus 1. اليوم هنكمل باقي المعادلات الخاصة بالـ performance criteria. هنتعرف على المعادلة الأولى اللي هي معادلة الماد، خدناها المرة الماضية، اللي هي عبارة عن average absolute value x minus t. مرة ثانية معدل القيمة المطلقة لقيمة المدخلات minus قيمة المخرجات، قيمة الأنا القيمة اللي أنا بستخدمها في التحليل minus القيمة اللي تمت أو قيمة الفوركاست اللي تمت من خلال المعادلة. طبعا هذا عبارة عن كراتيريا performance criteria بستخدمها في معظم forecasting خاص بالtime series وكذلك بعض الحالات الأخرى. نطبق المعادلة مع بعض. كلمات مع بعض تساوي تكتبها للنهاية equal نبدأ من المعادلة رقم 2 equal absolute value لقيمة x قيمة الإدخال ناقص قيمة الفوركاستد اللي هي 39 ونطبقها للنهاية الفرق ما بين القيمة 653 و 613 كانت 39، الفرق ما بين 941 811 31 وهكذا. هذه توضح لي نسبة الخطأ الأولى. بعدك أنا بحاجة أحصل على الأفريج للقيم اللي شفناها equal average لمجموعة القيم اللي بين إيدينا الرقم النهائي 3207. ننتقل الآن إلى المعادلة الأماسية. ذكرها مع بعض. بالتالي مطلوب مني أعمل average، عفوا أعمل square root average absolute value x minus t أس 2. absolute value x minus t أس 2 موجودة في معادلة الماد. إذن أنا باختصار ما علي إلا أجيب ماد أس 2 equal قيمة الماد مرفوعة للأس 2 بعد ما نطبقها للنهاية. طبعا لازم نتأكد من القيمة النهائية كانت مطابقة. بعض الحالات ممكن تكون عندي هذا الشكل، هذا القيم احنا بنحاول ايش نحذفها.
مش ناقبل شوي هنا على سبيل المثال، لو كان عندي قيم هنا إذا حيأثر لي على القيم الخاصة بالفوركاستنج، حيكون عندي الفوركاستنج غير دقيق. تأكد إن الداتا سيت بعد إنشاء كل المعادلات ما تمت بطريقة صحيحة، إذا هذه البيانات مش بحاجة إلها، كذلك البيانات هذه مش بحاجة إلها. ننتقل إلى المعادلة الأخيرة اللي هي الـ MAPE Mean Absolute Percent Error. نستخدم المعادلة رقم 6، اللي هي عبارة عن الـ Average الـ Absolute Value x ناقص s مقسومة على x، بمعنى هذا الماد x ناقص s عبارة عن ماد مقسومة على x. قيمة الـ x مرة ثانية عبارة عن ايش؟ المدخلات اللي انا بستخدمها في الفوركاستنج، بتساوي ماد مقسوم على الـ x سمينا المعادلة هذه النهائية اللي هي لمس دي اللي حكينا عنها. نطبقها مرة ثانية، حاجة أجيب RT average القيم اللي بين إيدينا. المعادلة مرة ثانية square root of average F8 حتى F66، F8 أول قيمة، آخر قيمة F66، المعادلة تكون صحيحة. معادلة الـ MAPE قلنا عبارة عن Absolute Value X minus S مقسومة على X، Absolute Value X minus S عبارة عن قيمة الماد نقسمها على المدخلات الخاصة بنا. هنا نسبة الخطأ في المرحلة الأولى 6%، 14%، 14%. كم بالمعادلة في النهاية؟ لاحظ الـ performance smoothing average يديني قيم نسبة الخطأ فيها تقريبا تتراوح ما بين 18 1%، 2%، وهكذا. نرجع على moving average زي ما نذكره، كان نسبة الخطأ عندي بتبدأ ب 50% مقارنة مع 6% وبتنتهي 20%. هنلاحظ بشكل عام بدون ما ناخد في التفاصيل انه smoothing exponential moving exponential smoothing بيديني performance افضل للبيانات. ال MAPE كانت معدل الي 16%، نشوف exponential هي عبارة عن average القيم اللي بين ايدينا. نسبة خطأ 6% مقارنة مع
moving average كانت نسبة 16%. نلاحظ إنه تكنيك exponential smoothing يعطيني performance أفضل. لو طلعنا على الجراف حيوضح لي كمان. نعمل فقط جراف يحتوي على الداتا التالية، يحتوي على البيانات القراءات مقارنة مع forecasted value. لاحظ الجراف السابق، من الواضح إنه باستخدام الجراف أو باستخدام بيرفورمانس كريتيريا وضع عندي exponential smoothing average أفضل. حابب نتعرف بس بشكل بسيط كيف بنعمل الجراف الحالي. شوف الطريقة، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أول شيء بأخذ date، ما يكون فيها المدد من النهاية. بعد insert graph اختار الشكل اللي أمامنا على الشاشة. نغير العنوان forecast، moving potential عندي البيانات اللي بالأسفل مش كتير واضحة، الأعداد واضحة بشكل كبير. هنشوف بس الديت مش مناسب. بالمناسبة أفضل طريقة للتعبير عن التايم سيريز استخدام time period. نعمل insert كولوم جديد نسمي t time، بغض النظر عن شو هي الداتا فريم اللي أنا بستخدمها، سواء كانت يوم أو شهر أو سنة أو quarter. أفضل استخدام رمز t، واحد اثنين أرقام نهاية. أنا بفضل أستقبل تي confirmed في الجراف الحالي. غير مرة ثانية، بدل ما نستخدم هذا هنستخدم تي بعض الشكل صار أفضل، مفهوم أفضل. أنا مش بحاجة إلها، نعدلها مرة تانية. تايم بدون 1.59. أنا هنضيف كاستد فاليو داتا، عندي كمان داتا سيت بدي أسميها بودكاست داس والتايم سيريز اللي بدنا إياها اللي هي بودكاست فاليو. نفس الداتا سيت نفس الأرقام اللي أنا استخدمتها. لاحظ إنه عندي الآن
2 للداتا زي ما شايفين على الشاشة. حاجة كذلك نوضح شو الليجند شكل البين ايدينا، احنا مش عارفين نميز ما بين الفاليو الحقيقية مع الفاليو فوركاستد. وعلى شكل فورمات ديزاين بحاجة نضيف الشكل كما كان كاستد. لاحظ الشكل الأصلي بيوضح لي الكونفيرم باللون الأزرق وكاستد باللون البرتقالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.